ماشي العودة في المعراج، العودة ديالي أنا، لأن كنت سابق رئيس في هذه المقاطعة، وفعلا الوقت اللي ما بقيتش وقف المهرجان، واليوم عاوتاني العودة ديالي بطبيعة الحال بالعودة ديال المهرجان وبالعودة ديال واحد المجموعة ديال الأنشطة إن شاء الله اللي غادي تكون في المستقبل. ولكن اللي مهم وأساسي هو حتى نقول أنا التكامل اللي كنعيشوه جميع كمنتخبين في هذه المجلس هذا، بعيدا عن الحسابات السياسية الخاصة. اليوم كنعيشوا اليوم جميع، والتواجد ديال الإخوان المستشارين اليوم كيبين بأن فعلا الكل مشارك في هذا المهرجان، والكل رؤساء في هذه المقاطعة. أنا غير شكلي، أنا كنقول شكلي، بل الرئاسة ديال الجانب. فيما يخص المشاركة ديال الأطفال في إفريقيا، فعلا فكرة جات من السيد مدير المهرجان، واللي بطبيعة الحال حبدناها، ومع العلم أن أي فكرة كتصب صالح المقاطعة ديال حسن إلا والإخوان ديال المستشارين كنحبدوها وكناخذوها بدون تردد. يعني ما كنفكروش مثلا، ناخذوش شي وقت باش نفكروا مادام هي كتصب صالح الساكن. هذا هو اللي خلانا نعتمدوا على المسألة ديال الأخ الضميل مادام جاب المسألة ديال إفريقيا. إفريقيا فعلا حنا جزء من إفريقيا كما قال الحسن المرحوم الحسن الثاني، فجذور ديالها في إفريقيا ولكن الأصل في أوروبا، يعني تيكون داك التقارب وما فيها بس نعطيو الاهتمام بطبيعة الحال للطفل الإفريقي، مع العلم أن واحد المجموعة ديال الدول صديقة وشقيقة للمغرب، وكتواجد واحد المجموعة ديال الجالية الإفريقية في المغرب. هذا هو اللي خلانا أننا نشاركوهم معنا في هذا المهرجان. فعلا الاعتمادات المالية كما قلنا حنا كنخدموا بشفافية وفي وضوح. كاين إكراهات مالية، إكراهات كبيرة، لأن الله بدينا وباش نكونوا واضحين جينا ما بقينا حتى حاجة. اليوم كاين الدعم ديال السيد الوالي مشكور، وفر لنا واحد المجموعة ديال الاحتياجات اللي بدينا بها، ولكن كذلك كاين الدعم ديال المجلس، كاين واحد الإمكانيات اللي هي غنخصوا لها واحد 30,000 درهم، 300,000 درهم للمهرجان بطبيعة الحال. هي لا شيء، لأن راه غير منصة، ما ندخلش في لي ديتاي، المهم نعطيتك الرقم وتيبقى كاين شي سؤال آخر بالتوضيح نعطيه، ما عندناش مشكل. ثاني حاجة هو علاش برمجتو الثقافة والرياضة، هي جزء الثقافة جزء، راه الرياضة حتى هي ثقافة. هذا هو علاش حنا تركزوا عليهم. والطفل أنا تنقول بأن الطفل ما تيفرقش ما بين الثقافة والرياضة، كلشي عنده ثقافة كلشي عنده رياضة. لهذا حنا الوقت اللي قلنا الثقافة والرياضة بغينا ندخلو حتى الاجتماعي، راه كما قال الأخ الضمي راه كاين واحد المجموعة ديال الأطفال من الناحية الاجتماعية راه غيشاركوا معنا بحال جمعية المواسات وجمعية دار أطفال ديال العكاري، حتى هما راه مشاركين معنا، وهذا تيدخل حتى هو في الاجتماعي، لأن حنا كلنا أطفال خص الأطفال يكونوا كلهم كيشتغلوا جمعية. هذا هو اللي تنظر الأسئلة ديالك، لأن راه هو القضية ديال الشعار ديال المستقبل إفريقيا في الاعتناء بالطفولة. بطبيعة الحال كنعرفوا هناك خاص تكون ما يسمى بالتمازج، تمازج الثقافات. وفي الافتتاح ديال الكرنفال ولو ما خصوش باش نخدم تصنيف الكاتب العام السيد بغيتي ويكون عندك دابا راه غاسين تصنيف الكاتب العام مرين. بطبيعة الحال السيد الوالي راه متبع معنا هذه المسائل، إلا كان فعلا شي اعتراض ما يمكننا إلا نقولوا مرحبا. غير فيما يخص الاستمرار ديال الكرنفال، فعلا كان حبس الوقت اللي ما بقيناش حنا مترقصين هذا المجلس هذا. اليوم راه العودة ديالنا فعلا غتحيي مجموعة ديال الأنشطة اللي كانت، واللي غنطبق الحال مع مجموعة ديال الإخوان اللي هما اليوم جداد في هذا المجلس، واللي عندهم واحد الرغبة كبيرة في الاشتغال وواحد الحماس باش خدامين به، اللي تيخليني أنا مرتاح واحد الارتياح كبير وكبير بزاف. أنا بصراحة أنا ما تمنيتش كانوا يكونوا معايا كلهم الأعضاء المكتب المجلس هنا، لأن الدور ديالهم كلهم في هذا المهرجان ولا في الكرنفال وتسيير المقاطعة ككل إلا إيجابي، إلا التواجد ديالهم يومي مع المواطن، وهذا شيء كيتجتاز به مقاطعة حسان عن باقي المقاطعات. شكرا. هو فعلا كاين إكراهات، حنا اللي دخلنا دابا ما عندناش خنشات السيما، المقاطعة ما فيهاش خنشة ديال السيما، والإخوة المستشارين راه درنا لقاء أولي مع المصالح وشدنا لقاء هنايا واستمعوا للمصالح كلهم على حدة، لأن راه كاين إكراهات كبيرة. فعلا المقاطعة حنا باش أخرى كما قلت أنا ارتبت شوية دابا من خلال الرد ديال الأخ على القضية ديال الكرنفال ما كاينش، مع العلم أننا حنا خبرنا بواحد المدة طويلة، يعني تقريبا المراسلات مشاو في 25 مارس ياك السيدة نائب مفوض، المراسلات مشاو في 25 مارس، استعدادات الاستعدادات اليوم كاينة. ولكن تنتفاجئوا ما عرفتش اتصلتي بالكاتب ما كاين ما تيتقبضش سعد الإدريسي ما كيجاوبش صراحة، يعني ما نجاوبش تنشوفوا راه طبيعة الحال.
صراحه يعني ما عرفتش شنو اللي غيبقى وشنو اللي غيتحيد، ولكن الكرنفال هو اشاعه اللي كنا مبنيين عليه واحد المساله ما غايكونش كلشي تحيد الا وغتكون شي دواعي اللي صراحه غتكون صالح الساكنه وغتكون صالح الاطفال. اذا شكرا لكم وتبارك الله عليكم.